انت قلتوا لي ما اغنيها، ايش سويت؟ يعني انا بصراحه قلت يمكن ما ابغى اغنيها، لكن يعني احسها من العادات والتقاليد لازم تتغني. يعني تعرفوا انا لما اقول لاحد والله بروح اغني في السودان يقول لي الليله بالليل. لا الا هم يبغوها خلاص، بس برضه بسيط، انتوا غنوا معي وخلاص اوكي، وافقتوا؟ والله لو اشوف بعدين تقولوا ليش غنتها او ما اجي مره ثانيه. الليله بالليل نمشي شارع النيل وانت سوا قهوه بمزاج، انت السك الليله بالليل نمشي شارع النيل قهوه بمزاج، انت السك. خلاص كده كفاية، يلا نغني ألف ليلة وليلة وتغنوها معاي. Thank you.
Thank you.
مني عاطف علي يا ريم، بس وانا تغنوها معايا اوكي. عاطف علي يا ريم يا نافر الفزلة، خصرك رقيق وعلي قلبك حجر مالا. غنوا
انت
انزي ماما بنتي وين كنتي يا ده شحال قولي لي على شرفك. قالوا لي خرجتي بطلع وعلي صورتي بغياب القمر بعيونك بويتي. قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي يا ده شحال قولي لي على شرفتي. أنا من جد ما نفسي الليلة هذه تخلص، بس لازم أروح. طب تحبوا تسمعوا إيش آخر شيء نختم؟ والله ولا أنا، بس والله من جد أوعدكم والله هذه ما راح تكون آخر مرة، من جد ما راح تكون آخر، ولازم بنلتقي مرة ثانية لازم إن شاء الله. واسمعوا أنا مرة حبيتكم، ترى أنتوا أفضل جمهور في العالم. وسط هذا الحضور الزاهي الجميل مشاهدينا نختتم معكم هذه السهرة المميزة على شاشة قناة الشروق، السهرة المميزة المطربة السعودية زينة عماد. حتى الملتقى إن شاء الله في سهرات قادمة، كل عام وأنتم بألف خير ودمتم دائما في رعاية الرحيم. أهلا بكم، يستمر هذا المد الحي على شاشة قناة الشروق في استطلاع لمعظم الزائرين والمنتمين والجمهور، جمهور الفنانة زينة عماد، استطلاعهم عن آرائهم وانطباعهم عن هذا الحفلة. أهلا ومرحبا محمود رشاد، مرحبا بك على شاشة الشروق. أهلا وسهلا، كيفك؟ محمود، انطباعك شنو العام عن الاحتفائية دي؟ والله الحفلة كانت حاجة مشرفة جدا، يعني حاجة جميلة والله، جميلة جدا والله. قدر كيف مهمة برضو انه كل الاصدقاء تلموا مع بعض والاسر يعني في ساحة واحدة. الناس كلها اتبسطت بها والله، الحفلة كانت جميلة جدا والله. طيب ممكن نشوف وسط الحضور الجميل ده نجاحات قادمة بالنسبة لفنانين عرب داخل السودان؟ طبعا اكيد طبعا، يا دهب ويا دهب السودان بدا يسهر يا دهب. طيب بشوف كيف التنظيم كان من قبل اللجنة المنظمة. والله تنظيمه كان جميل جدا والله. طيب امنياتك شنو؟ ما في امنيات محددة، هو خلاها ماشية بالنية كده بس. شكرا يا محمود، كتر العافية. الله يخليك، تسلم، اديك العافية.
يستمر مدنا مشاهدينا واستطلاعات متنوعة داخل كورنيش نادي النيل العالمي وانطباعات مختلفة لمعظم الزائرين والحاضرين. أهلا بالجميع. هذا الدفق المباشر على شاطئ النيل الأزرق وعلى كورنيش النادي النيل العالمي لنستطلع مزيد من الحاضرين. معنا الآن ليندا، أهلا ومرحبا بك على الشروق. أهلا ليندا، نحن حريصين انه برضه نسمع الأصوات النسائية وانطباعهم عن الحفل والتنظيم، أنت شفتيه وكيف بزاوية شوفك؟ والله الصراحة التنظيم كان ما في كلمة، كان بيرفكت شديد، والحفلة كانت ظابطة، ونادر ما تلقى ذاته حفلة في السودان تنظيمها يعني كده رايق والناس ما داخلة في بعض وما مزحوم، فبجد الناس كانت كثيرة شديد، الحضور كان كثير شديد، والحفلة كانت حلوة شديد، والتنظيم كان بيرفكت بجد. ليندا، بالعادة نحن في مجتمع سوداني دائما بنلوم انه اصواتنا او فننا السوداني ما واصل العالم الخارجي، شفنا زينة غنت معظم اغنيات سودانية بذات السلم السوداني، برايك ده ممكن يكون انفتاح مبشر بالنسبة للفن السوداني خارج الوطن؟ طبعا اكيد اكيد، لانه غيرها فنانين قبلها برضه جربوا الطريقه دي، مثلا بلقيس فتحي لما غنت اغنيه الليله بالليل فعلا لقينا يعني الموضوع انتشر عالميا بالصوره كده فظيعه، والناس حبت السودان، حبت اغاني الناس السودانيه، حبت ثقافتنا اكثر، وعرفوا البلد واغانينا يعني. شكرا يا ليندا، امنياتك شنو بالنسبه للسودان؟ ونشهد ان شاء الله مزيد من الانفتاح الطيب. اي والله ان شاء الله، بس انفتاح البلد تبقى حلوه وفيها شجر كثير كده يعني. شكرا يا ليندا، كتر خيرك، يعطيك العافيه. شكرا لك. مشاهدينا، يستمر هذا المد الحي على شاشة قناة الشروق استطلاع مزيد من الزائرين والحضور لحفل المطربة السعودية زينة عماد. أهلا بالجميع. أهلا مشاهدينا. الجميل في هذا الحفل الساهر مشاهدينا بيضم عدد كبير جدا من الأسر السودانية والأصدقاء والأصحاب، تلموا في مكان واحد، ده دليل عافي على وجود الأسر السودانية وعلى وجود الأصحاب في مجال وساحة واحدة. أهلا وسهلا لمياه سعد. أهلا أهلا وسهلا، نحن مبسوطين جدا على نلتقيك على الشروق. والله أنا مبسوطة بكم كمان. السؤال الأول عن انطباعك الكلي للحفل، هل نال رضاك وإعجابك كما كنت بتتوقع له يعني؟ والله الحفلة يعني أحسن من المتوقعات صراحة، والتنظيم رهيب، والحفلة ذاتها يعني والجمهور والتفاعل ذاته كان حلو شديد. قدر كيف الاحتفاليات دي بتلم الأسر مع بعض والأصدقاء في ساحة واحدة يعني بعيدا عن أجواء العمل والضغوط اليومية؟ والله أنا بشوفها حاجة حلوة شديد، يعني كونه أنه الناس تطلع من أجواء الضغوطات والحياة عموما يعني، فتجي وتتلمى في حتة واحدة وتشارك بعض يعني الأفراح والحاجات الحلوة دي. من يشوف منو من الفنانين إن شاء الله مستقبلا في السودان؟ من برا السودان؟ من برا السودان. والله أنا فنانيني كلهم من السودان صراحة يعني، فأنا بالنسبة لي حمائي ممكن يعني، ممكن حمائي صراحة. ترجمة حقيقية لينا لزينة عماد اللي هي غنت معظم أغنيات حماقي يعني. أنا بالنسبة لي أنا أصلا بحب زينة عشان حمائي صراحة. شكرا لمياه، كتر خيرك، يديك العافية. يستمر مدنا الحي مشاهدينا على شاشة قناة الشروق. أهلا بالجميع. أهلا مشاهدينا، يستمر هذا الدفق المباشر على شاشة قناة الشروق من على كورنيش نادي النيل العالمي، نشهد مع بعض حفل ساهر للمطربة السعودية زينة عماد في استطلاع لمزيد من الحاضرين. هبة محمد، أهلا ومرحبا بك على الشروق. أهلا، الله يخليك. أهلا ومرحبا بك هبة. قدر كيف الاحتفاليات دي مهمة بالنسبة للأسر وبالنسبة للأصدقاء عشان يطلعوا من جو وضغوطات العمل يعني؟ مفيدة شديد صراحة يعني، الناس بتكون مضغوطة وزهجانة جاي تفرق يعني، بالذات لو كان فنانة يعني جميلة زي زينة. بالعادة الأصدقاء بيتقوا في جو العمل أو الحرم الجامعة، لكن لما نتخرجوا بيبقى يصعب عليهم إنه يتلاقوا لأنه ظروف الحياة صعبة، فالحاجة دي بتمثل لكم شنو أنتم بالذات إنه اجتمعتوا الليلة كأصحاب في نادي النيل؟ والله بتمثل لنا حاجة كبيرة شديد، لأنه بجد ما لاقين زمن إنه إحنا نتلاقى ونقعد ونحتفل يعني بالأجواء جميلة زي دي، فالاحتفالات زي دي مهمة شديد إنها تقوينا تاني وتخلينا تاني نرجع مع بعض نتلمى زي أيام الجامعة زمان، لأنه شغل بفرق الناس شديد. بالعادة الناس بتقول إنه الأغنيات السودانية ما منتشرة بالنسبة للعالم الخارجي، فده دليل عافي الفترة الأخيرة شفنا كثير من الفنانين بيغنوا أغنيات سودانية، يعني ما في مشكلة، برأيك المشكلة وين يعني؟ هل في التسويق بالنسبة للأغنية السودانية، ولا في الإيمان الحقيقي إنه المفردة السودانية هي تظل راسخة وممكن تنتشر؟
والله هسي في الآونة الأخيرة دي انتشرت شديد، يعني فنانين كتار بيقوا يعني بيحبوا الأغاني السودانية وبيحبوا دارين يعرفوا تراثنا أكتر وأغانينا أكتر، دي حاجة يعني مفرح شديد. أمنياتك شنو في المساحة دي ندي؟ أتمنى كل الخير والسلام للسودان والشعب السوداني، وربنا يكتر من الأفراح والحياه السمحة زي دي. شكرا شكرا كتر خيري. الله يسلمك. شكرا شكرا. يا الصمير مدنا الحي مشاهدينا من كورنيش نادي النيل العالمي، نشهد مع بعض هذه الأمسية الساحرة للمطربة السعودية زينة عماد. أهلا وسهلا، مزيد من الاستطلاعات مشاهدينا. أهلا وسهلا مشاهدينا، يستمر هذا المد على شاشة قناة الشروق في استطلاع لمزيد من الزائرين وجمهور الفنانة زينة عماد أو حتى المهتمين لأخذ انطباعات مختلفة عن الأغنية السودانية والأغنية الخليجية. سعداء في المساحة دي نلتقي بالزميل الإعلامي واسم محمد. أهلا ومرحبا بك على الشروق واسم. مرحبا بك نجم الجميل حمزة عثمان، أنا سعيد لله والله إني ألتقي بك وسعيد بالإطلاع بقناة الشروق الفضائية. كمان مطقمين مع بعض. مرحبا بك واسم. واسم انطباعك العام وانت رجل يعني جلت يعني في افريقيا وفي الدول العربيه، انطباعك عن الاحتفائيه دي بزاويه شوفك بتشوفها كيف؟ انا بدايه خليني اقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الجمهور ما شاء الله تبارك الله، يعني السودان بخير. يعني انا اتفاجأت تماما بكميه الجمهور اللي لقيته ملي هنا في كورنيش النيل العالمي، ما شاء الله تبارك الله كل الشباب والشابات، انا يعني لقيت الفرحه والبهجه في عيونهم في وشوشهم جميعا، يعني ما شاء الله تبارك الله من حيث التنظيم والتنسيق والترتيب، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. طيب واسم، ما بعيد نشوف انه الاغنيه السودانيه ثاني تتردد على المنصات العربيه والخارجيه بالجمال اللي شفناه ده، يعني اللي زينه عماد كسرت كل الحواجز خاصة انه رددت نفس الاغنيات السوداني بنفس السلم السوداني، يعني ما شاء الله، يعني حتى زينه عماد ما شاء الله عليها يعني قدرت تختار الاغاني اللي ممكن تكون قريبه من السلم السوداني، فحذاتها يعني ذكرت في المسرح انه الجمهور السوداني احلى جمهور في العالم، الكلام ده ذكرتها زينه بنفسها يعني مش انا او المتابعين، فانا شايف انه الاغاني السودانيه بالجمهور الراقي وباغانينا الجميله ممكن نشاهدها في المسارح العالميه. فاحنا استلالمنا الجميله واغانينا الجميله ما اقل من كل الاغاني اللي بنسمعها من كل فنانين العالم او فنانين العرب او الخليج، فانا شايف انه اذا احنا اهتمينا بامكانيات بسيطه ممكن نشوف اغانينا السودانيه في كل مسارح العالم، دي حاجه ما بعيده. بالعاده يا واسم الفنانين السودانيين بيمشوا خارج السودان لاقامه حفلات سودانيه بالنسبه للسودانيين فقط، في زاويه شوفك انت شنو المطلوب من المطربين السودانيين يتوسعوا شويه كذا في القاعده الجماهيريه او حتى في الطرح بالنسبه لاغنيات السودانيه على المسارح الخليجيه؟ انا شايف انه الفنان السوداني او الاغاني السودانيه مظلومه اعلاميا، فاحنا عندنا الكلمات المحببه لكل الناس اللي ممكن يتعجبوا بها على مستوى العالم، ولكن انا ممكن اقول انه ناقصنا شويه امكانيات بسيطه يا استاذ حمزه ونقدر نشوف اغانينا وفنانيننا في المسارح العالميه، وما شاء الله عندنا فنانين يعني رائعين جدا جدا، وعندهم الاغاني اللي ممكن يكون يعني يتعجبوا بها كل الناس، بس شويه امكانيات والحياة ما بعيدة إن شاء الله. أنا على ثقة إن شاء الله عما قريب حنشوف الفنانين السودانيين وأغانينا السودانية في المسارح العالمية. شوف الأغنية النوبية برضو كجلي كمشكا. يا سلام. بالتأكيد. كتر خيرك يا واسم، أنا مقدر جدا على حضورك وإن شاء الله إقامة طيبة في السودان. شكرا جزيلا وشكرا لك ولكل العاملين في قناة الشروق الفضائية، وعودا حميدا مستطاب إن شاء الله. قناة الشروق هي قناة محببة لكل السودانيين، وأنا واحد من أكثر الناس سعادة بعودة قناة الشروق الفضائية، وإن شاء الله دي دعوة لكل الناس إنهم يتابعوا قناة الشروق الفضائية ونستمتع إن شاء الله بالحلقة الجميلة دي في القريب العاجل إن شاء الله. شكرا يا حمد. يستمر مدنا الحي على شاشة قناة الشروق على شاطئ النيل الأزرق ومن داخل كورنيش نادي النيل العالمي، أهلا بالجميع. امشي
تعالوا ناخذ صورة سوا يلا بسرعة قبل ما اروح. أشوفكم على خير إن شاء الله في أقرب وقت، أنا مرة أحبكم وأموت عليكم. إيدي في إيدي وعشان خاطرك هعمل المستحيل أوعدك هفضل معاك كل همي اني اعيش واسعدك.